السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس محمد عيسى من العراق من مدينة كركوك. أحب أرحب بكم بدورة جديدة أو الجزء الثاني من دورة الأيونيك. الجزء الأول من الأيونيك إحنا أخذنا فكرة عن الأيونيك، كيف نستخدمه وما هو الأيونيك وكيف نصنع تطبيقاتنا لحد أنه نرفع تطبيقاتنا على الأب ستور. الجزء الثاني من الأيونيك للناس اللي أكملوا الجزء الأول، لذلك لازم تكون عندك معلومات، يعني لازم تكون انت درست الجزء الاول حتى تنتقل وتتحول معي للجزء الثاني. طيب، للناس اللي عندها استفسارات والناس اللي عندها اسئله ممكن انه تزورون الموقع، تكتبون تعليقاتكم على الفيديوهات او المشاهدات حسب اذا كنت تزور الموقع او اليوتيوب او اي مكان اخر. مجرد انه تكتب محمد عيسى او محمدعيسى.com، هذا الموقع الرسمي، مدونه والفانس، فريق الدورات الرئيسيه، الاشياء اللي تحب تعرفها عني اكثر. اضف الى ذلك ممكن انه تراسلنا على البريد الالكتروني، الاثنين موجودين عندك، اليوتيوب، عندك التويتر، عندك اللينكد إن، عندك الجوجل، عندك الفيسبوك. مجرد انه انت تكتب محمد عيسى اوتوماتيكيا بيظهر لك بكل السوشيال ميديا. يعني مجرد انه تكتب محمد عيسى، سواء مسافة بينهم او مجرد محمد عيسى، مجرد تعمل سيرش هيظهر لك محمد عيسى هو اول قناة. اوكي، ممكن تدخل لها وتشوف كل البلاي ليست، كل الدورات اللي انا قدمتها. طبعا تحتاج انه انت تدرس عن الايونيك. الايونيك موجود، هذا ايونيك فريم ورك موبايل بالعربية، 24 فيديو، مفروض انه انت تدرس هذا قبل دخولك معي. بهذه الدورة احنا حنتعلم كيف انه نستخدم السحب والافلات، كيف نصنع تطبيقاتنا بطريقة اسرع بدون كتابة الكود، بمعنى انه الكود حيكون قليل جدا، كيف انه احنا نعمل تطبيقات ونضيف اعلانات للتطبيق. كثير من الناس بتسأل كيف نضيف اعلانات على التطبيق، لذلك حنشرحها في هذه الدورة. اذا تستطيع انه انت تشوفني على اليوتيوب او على الموقع الرسمي او على الفيسبوك او على التويتر. خلوكم معنا، خلونا نوقف نكمل الدرس القادم. مع السلامة.